نتيجة ارتفاع تعداد ضحايا الحروب والمتضررين منها يعاني مركز صناعة الأطراف الصناعية في قار زخما شديدا وصعوبة في توفير احتياجات المرضى وأيضا سبب دفع الصليب الأحمر المشاركة بإنشاء مركز جديد لتخفيف هذا الزخم امل جديد لضحايا الحروب والصراعات مركز الاطراف الصناعيه الوحيد في ذي يقدم خدماته لاكثر من اربعه الاف مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصه ويصنع نحو تسعين طرفا مجانا بدعم من صحه المحافظه مركز الاطراف الصناعيه والمساند الطبيه يقدم خدمات كثيره لذوي الاحتياجات الخاصه من ذوي المبتورين والاطراف العليا والسفلى وكذلك مساند طبيه للاطراف العليا والسفلى وانحراف العمود الفقري موادنا ذات مناشئ عاليه عالميه جيده مجهزه من قبل وزاره الصحه وكذلك عندنا تجهيز ثاني مع شريك اخر اللي هم منظمه الصليب الاحمر يقوم بتجهيز مركزنا بمواد ثانيه. مركز الاطراف الصناعيه في محافظة قار يشمل يشمل مجموعة كبيرة من من فئة المعوقين من فئة المعوقين نستقبل نستقبل كافة المبتورين كافة المبتورين في المحافظة أقضية ونواحي كونه هو المركز المتخصص الوحيد في المحافظة هذه الزيادة الحاصلة في عدد المصابين جراء الحروب دفعت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر لانشاء مركز الاطراف الصناعيه في ذيقار بشكل كامل ودعمه بالمواد الاوليه لاستيعاب اكبر عدد من المراجعين. كثير من الناس فقدوا اطرافهم واصبحوا بحاجه الى تثبيت هذه الاطراف، فقامت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر بانشاء مركز الاطراف الصناعيه متخصص في محافظه ذيقار بعد عام من انشائه. في 2013 تم تسليم المركز وبشكل كامل الى دائره صحه ذي واستمرت اللجنه الدوليه بتقديم الدعم الكامل من المواد الاساسيه الخاصه بتصنيع الاطراف الصناعيه المواد المطاطيه والمعدات والالات الى المركز. وتكلف هذه الاطراف والمساند الصناعيه مبالغ طائله في العيادات الخارجيه فيما يسعى هذا المركز الى تخفيف العبء عن ذوي الاحتياجات الخاصه وتوفير متطلباتهم ويقدر سعر طرف الاصطناعي الواحد قرابة خمسة آلاف دولار أما هنا في ذيقان فيقدم مجانا للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذقار نور صادق الرابع